برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لذوي العزيمة، توج سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الفرق الفائزة بدور سموه لكرة قدم الصالات للمراكز الشبابية والأندية الوطنية وذوي العزيمة والجاليات والوزارات والفتيات تحت شعار ملتقى الأجيال، حيث يأتي هذا الدور ضمن مبادرات سموه الداعمة للشباب في المجالين الرياضي والإنساني. ولدى وصول سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إلى صالة مدينة خليفة الرياضية، كان في استقبال سموه سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة الدكتور عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية. هذا وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة المعرض الخاص بالدوري، وأكد سموه أن دورينا في نسخته السادسة تمكن من تحقيق نجاح كبير وباهر في كافة النواحي، وذلك عطفا على النتائج الحقيقية التي خرج بها المشاركون من هذا الدوري الذي ساهم في إثراء مسيرة الحركة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين، والأهداف النبيلة لدوري كرة قدم الصالات جاءت لتتوافق مع الرؤية السديدة لجلالة الملك المفدى والرامية إلى زيادة حجم البرامج والأنشطة الموجهة للشباب، الأمر الذي يسهم في تنمية مهاراتهم. كما أن هذا الدوري يأتي تأكيدا لتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد، والتي تشدد على ضرورة الاهتمام بالشباب ومنحهم المساحة الكافية للإبداع والتميز. قال سمو الشيخ خالد بن حمد إن الدوري جاء ضمن سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تنظيم البرامج والفعاليات الشبابية الرياضية الهادفة. وقال سموه مضت مسيرة الدوري بكل ثبات ونجاح نحو احتضان الشباب البحريني في دور رياضي كروي متميز يكون الأساس فيه تحقيق جملة من الأهداف الرياضية. وبين سموه أن هنالك عوامل عديدة ساهمت في بروز النسخة السادسة بهذا الشكل المتقن والاحترافي، من أبرزها الجهود الحثيثة التي بذلها سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وتركيزه الواضح على نجاح الدوري ووصوله إلى قيمه ورسالته، إضافة إلى ما بذله أعضاء اللجنة المنظمة العليا من أعمال جبارة. تابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن من المميزات البارزة للدوري مشاركة المراكز الشبابية والأندية الوطنية غير المنضوية تحت الاتحاد البحريني لكرة القدم. هذه المشاركة كان لها الأثر الإيجابي في إنجاح الدوري بصورة مثالية وإبراز دوره الحيوي في احتضان الشباب. أضاف سموه لقد حرصنا في هذا العام على تواجد ذوي العزيمة في الدوري، وذلك انطلاقا من حرصنا على زيادة حجم البرامج الشبابية الموجهة لهم وإثراء مسيرتهم بصورة مستمرة، إضافة إلى إدماجهم في المجتمع البحريني والرياضي. كما أننا وجهنا بتواجد الفتيات في الدوري والتأكيد على أن رياضة الفتيات هي أولوية. أشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إلى أن تواجد الجاليات في الدوري هو تأكيد على توجه البحرين برعاية الجاليات المتواجدة على أرضها وتنظيم برامج رياضية لها تساهم في تأطير التعاون بين الشباب البحريني والجاليات. كما أن دور الوزارات ساهم في التقاء الشباب العاملين في وزارات المملكة لتقوية العلاقات فيما بينهم. وبدت مراسم التتويج بتكريم الرعاة، كما توج سمو الشيخ خالد فريق نادي سار عن فئة الأندية الوطنية، وفريق مركز شباب سند عن فئة المراكز الشبابية، وفريق الجالية المصرية عن فئة الجاليات، وفريق وزارة الداخلية عن فئة الوزارات. كما توج سموه فريق الإصرار عن فئة الفتيات، وفريق الأولمبياد الخاص عن فئة ذوي العزيمة.
يومان متتاليان حملا في خضمهما حصاد 3 أشهر لدور خالد بن حمد لكرة قدم الصالات. 6 فئات كشفت بواطن تميزها وجوهر عملها الذي تكلل بقطف البطولات والألقاب وسط متابعة دؤوبة من مختلف الشخصيات الرياضية وعدد من المسؤولين. أشكر سمو الشيخ خالد على هذه المبادرة اللي جمعت هذه الأعداد الكبيرة من الشباب والفتيات. أشكر حقيقة خالص الشكر أن خلال هذه الإجازة الصيفية بالفعل جمعت هذه الطاقات وهذه المواهب اللي تعشق كرة القدم. لاعبون كشروا عن أنياب مهاراتهم، فكانوا البوصلة التي قادت فرقهم لرفع هذه الكؤوس الذهبية. والله حلو أن تبني فريق العمل كله كفريق واحد في هذه البطولة، واللي جماعتنا من كل الدورات المختلفة، الحمد لله على الفوز. مستانسين جايبنا البطولة هالسنة السنة الثانية على التوالي، ونتمنى الأحسن والأحسن. شعور لا يوصف، لازم تجربون هالشيء عشان تعرفون الشعور الحلو. وأحب أشكر الشيخ خالد، هو اللي أتاح لنا الفرصة أن نلعب هاي البطولة كونها أول بطولة صالات حق البنات البحرين. بنشكر الجالية المصرية والجمهور اللي جاء أولاً ورانا، وبنحب نشكر السمو الشيخ خالد كابتن سعيد وكل الجمهور. ربنا يخليك. ختام صفق له كل الحاضرين وحظى بتكريم لكل الجهات التي ساهمت في إنجاحه في هذا العام. اليوم هدفنا احنا فعلا نستثمر في العنصر البشري اللي هم الشباب اللي احنا نراهن عليهم، وإذا هم بخير سوق العمل بخير. ونشكر جميع الداعمين يعني اللي آمنوا بأهداف هذه البطولة وأهداف المبادرات كلها، مباراة سمو الشيخ خالد بن حمد. الوسط الرياضي في البحرين وفي الخليج عرفوا أن سمو الشيخ خالد شنو كان هدفه من هالبطولة هذه، واعتقد الرسالة وصلت للكل. حضور لافت من الجماهير جاءوا ليشهدوا محفلا رياضيا بارزا في حدث تبروز بالعدسات والتغطيات الإعلامية التي أتت كي توثق مشاركة 1660 شابا وشابة من المواطنين والمقيمين بالمملكة. أسدل الستار ونضجت الثمار ونالها من يستحقها في آخر المشوار، دوري خالد بن حمد وفي كل سنة يحقق قفزات شبابية ورياضية ليس لمداها أي حد. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.